وصل بحارة من 41 دولة إلى ميناء سلمان في مملكة البحرين لإجراء ما اعتبرته البحرية الأمريكية أكبر مناورة بحرية لنزع الألغام. وشارك في التخطيط لهذه المناورات التي تنفذ على عدة مراحل عدد من الدول الأوروبية والعربية. وعلى الرغم من التصريحات الإيرانية التي وصفتها بالاستفزازية، شددت الدول المشاركة على ضرورة هذه الإجراءات لحماية المنشآت النفطية والممرات البحرية. تشكل البحار مستودع العالم، ومعظم نفط اليوم ينتقل عبرها، وأي تأثير سلبي على المنافذ البحرية قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية. لذلك أقول إن هذه التمارين ليست موجهة ضد إيران، نحن اخترنا الخليج لهذه التمارين لأنه موقع مركزي للدول المشاركة. تأمين الحماية للسفن المشاركة بالمناورات البحرية هو جزء رئيسي في هذه المناورات، ويتولى هذا الشق قارب صغير وسريع تابع للبحرية الأمريكية يمكنه التنقل بسهولة بين السفن. في هذا القارب عدة أسلحة أوتوماتيكية مثل الM2 بالإضافة إلى الأسلحة الفردية التي نحملها. مناورات هذا العام شبيهة بالمناورات التي نفذت في سبتمبر العام الماضي، لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل هذه المركبات الأوتوماتيكية المخصصة للبحث عن الألغام البحرية والتي يتم التحكم بها من داخل السفينة. هذه المركبات هي مستقبل العمليات البحرية. لو أرسلت الغطاسين في رحلة للكشف عن الألغام لتطلبت العملية أسبوعين، في هذه تستغرق يومين. تنتهي المناورات مع نهاية هذا الشهر، وتبحث الدول المشاركة في إمكانية تحويلها إلى تدريبات سنوية تتسع رقعة المشاركة الدولية فيها عاما بعد عام. إصرار أمريكي بريطاني إذن على أن هذه المناورات التي ستدور في مياه الخليج حتى نهاية الشهر الحالي ليست استفزازية كما تقول إيران، بل أنها تهدف بدرجة أولى لحماية الممرات البحرية. من ميناء سلمان في مملكة البحرين، جاسيل مور، سكاي نيوز عربية.